من عقود إعادة الإعمار في العراق. زار سركيز أغاجان نائب رئيس حكومة إقليم كردستان وكالة رئاسة جامعة صلاح الدين، واستقبل من قبل الدكتور محمد خوشناو رئيس الجامعة. وفي جلسة لقاء، إضافة إلى تقديم التهاني إلى رئيس الجامعة الجديد بمناسبة تصنمه مهام رئاسة الجامعة، أشار إلى أن رئيس الجامعة يمثل شخصية علمية من شأنها أن تساعد في تطوير جامعة صلاح الدين لتصبح جامعة نموذجية ومركزا للعلم والثقافة والإبداع العلمي. وجرت مناقشة خطط الجامعة الآنية وتأمين الاحتياجات المادية والعلمية للطلبة وإعادة تنظيم هيكلية الجامعة بهدف تطوير الشؤون العلمية في كلياتها. وعقب ذلك، زار نائب رئيس حكومة إقليم كردستان وكالة وزارتي النقل والمواصلات والزراعة والري، واستقبل من قبل حيدر الشيخ علي وزير النقل والمواصلات وزير الزراعة والري وكالة. وفي جلسة اللقاء، قدم نائب رئيس الحكومة تهانيه لرشاد عمر أمين وكيل وزارة النقل والمواصلات بمناسبة تصنمه مهام منصبه الجديد. وتم بحث احتياجات الوزارتين ونوقشت السبل الملائمة لتنفيذ مشاريعهما، وخصيصا المتعلقة بمدينة هولير. ثم قام سركيز أغاجان بزيارة وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية، واستقبل من قبل الدكتور جمال عبد الحميد وزير الصحة. وفي لقاء، قدم نائب رئيس الحكومة وكالة باسم نيتشيرفان بارزاني رئيس حكومة الإقليم شكره للوزارة للجهود الكبيرة التي بذلتها كوادرها في أثناء فاجعة الأول من الشباط وإسعاف الجرحى والمصابين قائمين بواجبهم الوطني حيال ضحايا الكارثة بأفضل وجه. وأكد أيضا على أن وزارة الإقليم بذلت الجهود أكثر من أي وقت مضى لتقديم الخدمات للمواطنين وإنماء وتطوير البلاد.